اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجنا تكنو فيلم. النهارده هنتكلم على اعلانات الطرق، وبنتكلم عليه على اعتبار ان هناك جديد على مستوى العالم يمكن مصر ما بتتابعهوش، ويمكن عدد كبير جدا من التشريعات الداخليه في مصر لا تلتفت اليه، ولكن هناك سباق محموم حول هذه الاعلانات، وبنشوف يمكن كل يوم جديد في مجال هذه الاعلانات. اعلاناتنا واعلانات الطرق فيها خاصيات مختلفه، فيها امن وسلامه، فيها تنسيق، وفيها ايضا رؤى مختلفه وفكر بيناشد او بيخاطب دايما المتلقي او المشاهد. تعالوا معانا النهارده نتعرف على اعلانات الطرق واهميتها، وازاي بتقوم هذه الطرق المختلفه لهذه الاعلانات، وازاي بتؤثر تاثير قوي جدا على المتلقي، وبنشوف قد ايه غياب المشرع المصري عن حجم كبير جدا من القوانين التي تنظم هذه الاعلانات. النهارده بيسعدنا اعزائي المشاهدين ان يكون معنا الدكتوره هايدي يوسف ابو الغيط، مدرس بكليه الفنون التطبيقيه جامعه بنها. اهلا وسهلا بك يا دكتوره. دكتوره هايدي، يمكن في البدايه دايما لما بنتحدث على الاعلانات بنتكلم على رؤى واهداف معينه، ويمكن عدد كبير مننا عندما يشاهد اعلانات الطرق بيتساءل يعني ايه الاعلان ده؟ يعني ايه الكلمه المكتوبه؟ في كلمه محتاجه ان انا افهمها اكتر، في خط او لون معين، في بعد معين، في شكل مجسم، في شكل مسطح. هناك عده اهداف في الاعلانات، اعلانات الطرق بالتحديد. عاوزين حضرتك بدايه تلقينا نظره سريع على معنى يعني الأكاديمي للإعلان الطرق، وماذا يعني وما هي ماهيته؟ طيب، هو في البداية لو هتكلم عن إعلان الطريق، هو من اسمه بيوضح نفسه، هو الإعلان اللي موجود بره المبنى. تمام، موجود في الشارع، له أشكال كتيرة جدا بنشوفها، في أشكال مجسمة، في أشكال بيلبورد اللي هي صندوق مضيء أو من بره، من الداخل أو من الخارج. بيلجأ ليه شريحة كبيرة جدا من الناس علشان يخبر المتلقي بالرسالة الإعلانية بتاعته، سواء كانت خدمية أو كانت عن منتج معين. ممكن يكون صاحب مصنع، ممكن يكون صاحب محل، ممكن يكون برنامج تلفزيوني بيعلن عن نفسه، ممكن كمان يكون في الدعايه الانتخابيه البرلمانيه او المحليه او النقابات. ده الجديد اللي دخل بقى في عالم الميديا. تمام. طب دكتوره، المقاييس لهذا الصندوق الخاص بالاعلان، يعني بنشوف بعض الاعلانات الصغيره المساحه، هناك الضخمه قوي اللي بتبقى واخده الكباري، يعني هل هناك نمط معين لهذه المقاييس بشكل محدد؟ هو في اشكال كتير لاعلانات الطرق، بس في الاول عايز اقول ان لحد نهايه الثمانينات ما كانش فيه غير شكل البيل بورد المتعارف عليه، وشكل البيل بورد ده اللي هو الصندوق المضيء من الداخل او من الخارج او اللي مش مضيء خالص. وقفت التشريعات والقوانين والمقاييس بتاعته في نهاية الثمانينات، وبعد كده كل الابديت اللي حصل وكل التطور اللي حصل ما بقاش فيه قانون بيحكمه، بيرجعوا لتنسيقه حجمه او مكانه للقانون اللي واقف على البيل بورد. مع ان احنا بنشوف الفترات الاخيرة في الاعلانات المجسمة، في الشاشات المضيئة، في الاعلانات المتحركة، في الاعلانات التفاعلية اللي المتلقي بيقف وبيتفاعل بنفسه مع الاعلان. في الموضوع ده تحديدا المفروض يكون في تضامن بين وزاره الصناعه ومجلس الشعب ونقابه مصممي الفنون التطبيقيه، الجهات المنوطه بانها تحط تشريع يتناسب مع التطور التكنولوجي ومع تطور المتلقي وسيكولوجيته، علشان خاطر يكون في ابديت للتشريع اللي بيحكم الاعلان. عايزين نعرف يعني ايه تشريع لهذا الجانب، هل هو بيعني احجام معينه؟ هل بيعني رسائل لابد توجيهها بشكل معين؟ يعني ان المكان الفلاني لا يصح فيه اعلان بشكل معين، حجم معين، اتجاه معين، حتى اتجاهات الريح واختيار الاماكن وزوايا الرؤيه، كل دي ممكن ايضا تؤثر على حركه القائد، قائد السيارات يمكن بتخاطب عدد كبير جدا من السيارات اللي على الطرق. هل هذا هو التشريع المقصود به، ولا التشريع في محتواه وفي مضمونه؟ هو في الحقيقة في الحاجتين، التشريع يخص حجم الإعلان وزاوية الرؤية. المتلقي المفروض لو هو في حالة الوقوف المفروض ارتفاع زاوية الرؤية بيكون من الأرض 1.7 متر، لو هو في حالة السواقة بيكون 1.4، لو هو جالس على مقعد بيكون 1.3. زاوية عين الإنسان بتبص في زاوية 60 درجة، بتختلف بحركة الراس يمين شمال فوق تحت.
كل دي مفروض بناء عليها بيتحط حجم الاعلان، بيتنفذ حجم الاعلان مع زاويه عين المشاهد علشان يشوفه وهو مستريح. في كمان دي كلها مقاييس لابد يعني الوقوف عليها تراعها، الخارج عنها بيحاسب قانونا؟ لا لا، هو دلوقتي ما بيحاسبش، بس هي تراعى بقى في التشريع ان احنا يكون لينا ابعاد معينه. اعلانات الطرق ليها اشكال مختلفه، في حاجات بتبقى في متناول بصر المتلقي، في حاجات بتبقى على عمارات عاليه جدا شاهقه الارتفاع، فلازم ده بيراعى بقى في التصميم، ان هو لو هيبص لفوق التصميم هيوصله ازاي، هيبقى واضح ولا لا، الرساله الاعلانيه هتكون واضحه ولا لا. في عندنا قواعد بنراعيها في فن الاعلان، اللي هي الكتابات ما تتعداش 6 كلمات علشان ما تشغلش السائق او المتلقي، وفي نفس الوقت توصل الرساله الاعلانيه بوضوح. الصور لازم تكون حجمها كبير وواضحه. الالوان ما يكونش فيه تعدد او ابهار في الالوان، الابهار يكون في حدود 3 أو 4 لون علشان ما يحصلش تشتت. في كمان حاجات لازم تراعى في التشريع، اللي هي مكان الاعلان بقى والرساله الاعلانيه متناسبه مع المكان ولا لا، يعني لو هحط اعلان في طريق صحراوي مثلا غير لما احطه في طريق زراعي. في كمان تكدس الاعلانات وبشوشرتها على بعض، ما يكونش فيه شركتين متنافستين في نفس المكان، في كل حاجات لازم اراعيها وانا بحط التشريع. اللي بيحط هذا الجانب وبيطبقه، هل هو المصمم ولا هل هو شركة الدعاية والإعلان ولا هو الحي ورئاسة الحي الخاصة بمنح هذه التراخيص؟ لا، هو المفروض في توافق بينهم كلهم، يعني انا بتكلم على النقابة على اساس ان هي هتحط التشريعات الفنية، والمفروض الحي بيختار بقى المكان والابعاد والاماكن المناسبة. المفروض بقى وزارة الصناعة كمان علشان هي الجهة اللي هتعمل امبريلا للموضوع ده وتوجهه، ان الاعلان في الاخر فن وصناعة. تمام. دكتورة، بنشوف أخيرا الإعلانات المتحركة، ويمكن الإعلان المتحرك أقصد الصورة نفسها، يعني بيعتبر زي شاشة بتقدم عبر هذا النافذة جانب كبير جدا من الإعلانات، ولكن طبعا الصوت لا يصل، ولكنه بصورة تبدو أنه كفيلم أو كموضوع زي الإعلانات اللي بنشاهدها في التلفزيون أو في السينما ولكن من غير صوت. اسمحي لي، هل هذا الجانب ايضا يناسب الطرق ولا هو يمكن شيء لافت قوي ممكن يؤدي الى مثلا بعض الحوادث، عدم اهتمام القائد السياره لانه مش هيقدر يتابع في مثلا 10 ثواني مثلا بتحركه امام الاعلان المحتوى والمضمون كاملا؟ هو في الحقيقة نتيجة ان بقى في صراع بين المنتجات والشركات المتنافسة علشان تفرض المنتج بتاعها او الخدمة بتاعها للمتلقي، هم بيلجأوا فعلا انهم يلجأوا لحالة من الابهار مش طبيعية، ممكن يوصلوا لدرجة صوت عالي جدا، صور متلاحقة، شاشات عرض في اماكن ما ينفعش انها تتحط فيها، ودي فعلا من العيوب الموجودة. لكن هي بتحصل بره فندم، بتحصل بره بس بيكون في اماكن محدده للشاشات، يعني وجود الشاشه في اشاره، مش القائد للسياره ولا راكب السياره، دي بتخاطب فئه المشاهد اللي ماشي على رجله. ممكن تخاطب برضو القائد بس في حدود معينه، لو هو واقف في اشاره هينتظر لمده دقيقه مثلا، يبقى الاعلان او الرساله المفروض في خلال الدقيقه تكتمل، ما تشغلوش اكتر من كده. ده حتى في اعلانات التلفزيون ده الرساله هي 30 ثانيه مش اكتر من كده، عشان تعطي ما يبقاش العمليه ممله. بالضبط. دكتوره، يمكن هناك استراتيجيات مبتكره كثيره يمكن في مجال الاعلان، ومنها استراتيجيات اللغه البصريه وغيرها. اسمحي لي نبدا مع حضرتك بعض هذه الاستراتيجيات ونقف عندها كمحطات عشان نفهمها قوي حتى المشاهد يستوضحها كمان ويتعلم يمكن من الرساله الاعلانيه. اولا الاستراتيجيه اللغه البصريه، ماذا نعني بهذه الاستراتيجيه؟ واذا كان حضرتك تقدم لنا من خلال هذا الراي بعض الصور اللي بتوضح ايه معنى هذه الاستراتيجيه الخاصه باللغه البصريه. طيب، هو في البداية أنا حابة أتكلم عن أنواع الإعلانات الأول، لأن في ناس يعني ممكن تكون مش ملمة بيها. إحنا بنمشي في الطرق بنشوف أنواع كتير جدا. أول حاجة كانت بنشوفها زمان ولسه مستمرة، اللي هي الملصقات. ودي بتبقى زي ستيكر كده أو ألواح ملزوقة على بورد خشبي. في كمان الملصقات دي ممكن يكون في منها على جدران المباني. تمام. عايزين فولكارت. تمام. في كمان ممكن
الموثقات دي اخرج عن الاطار المألوف للاعلان، اخرج المنتج بره، يكون نوع من الابهار. في كمان الاعلانات المرسومه يدويا، ودي بيكون فيها حس الرسام، ودي كانت زمان موجوده كتير في قفشات الافيشات الافلام، اختفت دي خلاص. ما بقتش موجوده، لان طبعا الجرافيكس والحاجات الجديده بتغطي عليها وبتدي نفس الاحساسات. كمان في كمان شاشات الفيلكس المضيئه، دي بتبقى بوكس مضيء مساحته 10 متر في 10 متر ارتفاع، وبيكون عالي جدا، بيبقى على سقف او على اعلى العمارات. في الشاشات التلفزيونيه دي اللي موجوده في الاشارات، ودي اللي اتكلمنا عنها، موجوده بشكل كبير دلوقتي ومنتشره. في التصميمات الاعلانيه المجسمه، ودي اللي احنا قلنا ما بتخضعش لتشريع معين. في منها بقى اشكال مختلفه انا جايباها للعرض، افكار جديده ومبتكره مش موجوده عندنا. احنا عندنا دايما الاعلان او اعلان الطريق بيكون التصميم بتاعه المنتج والكلمه الاعلانيه والسلوجان، وغالبا بتكون الشركات حريصه على انها تحط كل البيانات، ما بتلتفتش بقى ايه اللي هيلتفت له المتلقي او لا. دي مجموعه من الاعلانات المجسمه. في اللوحات الاعلانيه اللي بتتحط على حامل اسطواني، اللي هي اليوني بول والتي بول. اليوني بول اللي هو بيكون مساحته 4×14، وده بيكون اعلى، وده غالبا بنشوفه في الطرق السريعه. التي بول ده بيبقى داخل المدينه، وده بيكون 4 متر × 8 متر، يا اما بيبقى الاعلان من الوجهين على حسب اتجاه الطريق، او بيكون من وجه واحد زي ما احنا موضحين هنا، بس زي الكتاب المفتوح كده على حسب برضه رؤيه. وعاده كله بيكون بانر حاليا. كله بيبقى اغلبه بانر. البانر دي اشكال ليه. في كمان الاعلانات اللي بتبقى على فوانيس على اعمده الاناره. تمام. في اعلانات الدوارة الثلاثية، ودي مش منتشرة كتير بس موجودة في مصر، اللي هي بتبقى زي شرايط بتتقلب، كل لما تتقلب تقليبة تجيب شكل اعلان معين. دي بيكون ابهارها في انها بتتحرك على البورد الواحد اكتر من بيبقى غالبا 3 اعلانات، عشان كده بتسمى ثلاثية. في الفوسات، وده اللي بيبقى موجود على الرصيف واحنا ماشيين، بيبقى بوكس برضو مضاء من الداخل، وبيكون قاعدته خرسانية ومحطوط على حامل معدني، وده بيكون مساحته 120×90، وده شكله. في اعلانات بقى على وسائل المواصلات، دي يعني موجود منها عندنا بس تقليدي شويه، لكن انا جايبه حاجات معروضه بره مصر عشان يكون تصميم الاعلان مبتكر. حتى على السيارات. في كمان في المظلات، في اعلانات مجسمه. في اعلان بقى مش موجود قوي عندنا، وهو الاعلان اللي بستغل فيه البيئه انها تكون جزء من الاعلان، بوظفها انها تكون جزء من الاعلان، وده زي المعروض برضو على الشاشه. في ده اعلان عن شاي اخضر بستغل شكل الشجره. لو هندخل بقى في اسمحي لي، كل هذه الاعلانات بتاخد شكل الملكيه الفكريه، بحيث ان اللي بياسسها او بيعملها بياخد طبع شخص ليه هو، لا يحق لاحد التعامل فيها، ولا بيبقى يعني بشكل شركات هي اللي بتنتج هذه الاحجام؟ عاوزين نعرف هذا الجانب. ما هو يعني علشان الشركه تحصل على التصريح انها تعمل في المكان ده، بيكون خلاص المكان ده بيعلن للشركه دي، ما بيبقاش فيه. دي من اهم مميزات على الطريق، انما ما فيش شركه منافسه هتاخد نفس المكان، ممكن شركه ثانيه يعني اعلان ثاني خالص. انا بقصد في تصميم شكل الاعلان، يعني بالنسبه للاشكال المختلفه اللي احنا يمكن شفناها، لا هو هل بتاخد على ملكيه فكريه لا يصح لاحد ان هو يستخدمها؟ هو المفروض، لكن طبعا ده مش مطبق. ده بره بيحصل برده كده ولا لا؟ لا لا، بره بيحصل ان بيكون في حق الملكيه الفكريه طبعا للشركة أو على انه شكل مبتكر لاعلان جديد او بشكل جديد. هو كمان لو 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 بره حصل الشركة عالمية مثلا عملت اعلان وجت شركة تانية اخدته، هو المتلقى بيكون اتأثر خلاص بفكرة الاعلان، فالتقليد مش من صالح الاعلان. تمام. يعني مش لكن هو ما بيهتمش بالشركة على قد ما بيهتم بالمضمون والاعلان. بالمضمون والفكرة فقط. فهنا صاحب الشركة اللي هو قدم هذا الابتكار الجديد هيفقد كثير جدا من دخله بسبب هذا الشكل. اكيد. لكن لابد ان يكون هناك حماية فكرية لهذه. اكيد طبعا، يعني يا ريت. هل هناك اعتقار يا دكتوره اقتراح خاص بالجانب الخاص بتوثيق هذه الابتكارات في كيان يخص كيان معين، يعني زي مثلا هيئه مثلا تخص مثلا الفنون التطبيقيه،
في مصر هنا هناك تضارب كثير جدا من الاماكن اللي ممكن تسجلي فيها ابتكاراتك واختراعاتك، وللاسف ما فيش حاجه بتتسجل. بص حضرتك بتمس موضوع مهم جدا، وهو اصلا ان احنا عندنا فعلا بالفعل نقابه الفنون التطبيقيه ممكن انها تعمل تطبق الملكيه الفكريه وتنفذها، بس انت عندك مجال الاعلان والتسويق اللي شغال في المجال اصلا مش خريج كليه فنون تطبيقيه عشان تقدر تحكم العمليه التصميميه. اي حد بيعرف اي برنامج من البرامج الجديده بينزل ويشتغل، ويعني اتمنى ان من خلال المنبر اللي احنا فيه ده ان انا اناشد ان الشركات الكبيره لما تيجي تتعامل مع مصمم لازم يكون من جهه موثقه، مش اي مصمم يحط اي فكره. وكمان هو لو اتعامل مع المصمم الدارس هيلاقي اكيد الافكار مبتكره ومختلفه، مش بس موضوع ان انا مؤدي اقعد على برنامج واطلع التصميم. تمام. طب اسمحي لي نعود الى الجانب الخاص ببعض الاستراتيجيات اللي يمكن بداناها قبل حضرتك ما صنفنا هذا التصنيف الخاص بانواعها وانواع الاعلانات. عاوزين نعود الى الاستراتيجيه الخاصه باللغه البصريه. ماذا نعني باللغه البصريه؟ طيب هو احنا الاول في قاعده مهمه جدا انا في الصوره دي حتى ملخصاها في فن الاعلان، وهي ان الادراك البصري يفوق الادراك اللغوي. تمام. اللغه المحدده دلوقتي على مستوى الشعوب وعلى مستوى العالم هي اللغه البصريه. تمام. حضرتك من هنا علامه ايقونه الفيسبوك بتقراها زيك زي اي حد في اي دوله ثانيه، باختلاف اللغه واختلاف الثقافه واختلاف العلم، فاحنا عندنا حاجه مهمه جدا بنأثر بيها وهي اللغه البصريه. طيب الاعلان اللي قدامنا هنا لو انا طبقت عليه القاعده وقلت ان الادراك البصري يفوق الادراك اللغوي، وسالت حضرتك هل حضرتك قريت فعلا الكتابات ولا حسيتها بالصوره بالظبط كده، فبعد ما تبص على الصوره ممكن لو استهوتك او تدور على المعنى والكلمه بالظبط. فاحنا في القاعده دي اول حاجه حطيناها هي استراتيجيه اللغه البصريه، ازاي اعمل معالجات بصريه للشكل المنتج او للخدمه بطريقه معينه علشان استهدف انه ياثر على الجمهور. تمام. او على المتلقي. اول حاجه في الاستراتيجيه دي اللي هي ان انا اعدل واحول هيئات الشكل من شكل مألوف لشكل غير مألوف. لو بصينا هنا عن الاعلان الموجود ده اعلان عن منتج الوان، هو عايز يقول ان المنتج ده بيجيب الوان من الطبيعه، فحط نص شكل القلم ونص شكل السمكه. المتلقي لو تعرض للاعلان هو هيفكر ايه اللي ربط الشكلين ببعض، وبالتالي هيبص للجمله الاعلانيه او الرساله الاعلانيه فهيقرا الماركه. تمام. مش محتاجه بقى ان انا احط كتابات كتير ولا احط الشركه المنتجه ولا عنوانها ولا تليفونها. رساله سريعه وصلت بسرعه. رساله سريعه جدا، وهو ده الهدف من اعلان الطريق. تمام. لان طبعا هو اعلان الطريق ظروف مشاهدته مختلفه عن اي اعلان تاني. انا ما بقعدش قدامه واسترسل يعني في ان انا اشاهده. في تاني حاجه في الاستراتيجيه دي ان انا امزج بين شكلين مختلفين غريبين عن بعض. يعني لازم الشكلين يكونوا مش متوافقين، فبالتالي المتلقي لما يتعرض للرسالة الإعلانية هيربط إزاي الشكلين دول مرتبطين ببعض. فهنا برضو شكل المسامير مع الآيس كريم هيخلي المتلقي يستوقفه إيه اللي حط المسامير مع الآيس كريم، فيعرف إن الرسالة موجهة للناس اللي بتعاني من ألم الأسنان. تمام. وبرضو ده إعلان عن معجون أسنان. في ثالث حاجة وهي إن أنا أستبدل وظيفة الشكل بوظيفة أخرى. إن أنا أحط شكل مكانه يدي ايحاء بشكل تاني خالص. فهنا اول ما بص على الاعلان ده اول حاجه هتيجي في بالي ان ده شكل اسنان بيضاء ومرصوصه ومظبوطه. هو في الاخر هو اعلان عن لبن، منتج لبن، وان هو بيقوي الاسنان وبيجعلها ناصعه البياض. برضه رساله واضحه وسريعه. اخر حاجه في استراتيجيه اللغه البصريه وهي اكتساب شكل معين صفات مش موجوده فيه. هنا حاطه صفه الحياه على اكنها رئه، وبقول ان هي بتحفظ لنا الحياه. لكن هو معمول بشوز. طبعا هو اعلان عن منتج شوز. تمام. ده في استراتيجيه اللغه البصريه ان انا اعمل ابهار، ان انا احرك. معروف ان شكل السمايل فيس ده شكل ثابت، ده اعلان هو اخذ اللغه البصريه واستخدم فيها نوع من الابهار، وعمل اعلان تفاعلي في محطه مترو. المتلقي لما يقف قصاد الشكل ويبتدي يعمل له ايحاءات ببقه الشكل يتفاعل معاه ويعمل نفس الايموشن بتاعته. يعني هنا يقف عنده ويبدا يتعامل معاه. هو مجرد ما بيتفاعل معاه والشكل بيبقى واخد بيتحرك خلاص، هو بيحصل له الانجذاب والانبهار، الحاجات اللي احنا عايزين نحققها من الاعلان. وفي الاخر طبعا بيظهر المنتج بتاعه.
والاستراتيجية دي او استراتيجية التأثير البصري او اللغة البصرية هي انا يعني اهم حاجة فيها ان انا بستخدم حاجة غير مألوفة. تمام. وطبعا بدي متعة للمشاهد، فبالتالي بيتأثر بالرسالة الاعلانية وبيفضل الاعلان في ذهنه فترة طويلة، لان انا ساعات في الحالة دي بأثر على اللاوعي بتاعه او العقل الباطن، مش بأثر على العقل الواعي. في بعد كده استراتيجية التأثير العاطفي، وهي ان انا اثر على عواطف احتياجات الدوافع بتاعت المتلقي. احنا عارفين ان في دافع الجوع، دافع العطش، الحب، الحنان، الابوة، الامومة، في دوافع كتير جدا ممكن اشتغل عليها احركها من خلال تصميم الاعلان. وهنا ده اول اعلان انا بعرضه، ده اعلان عن مطعم بيعرض بيتزا، فهو حط الاعلان بقى مش عادي، مش المنتج محطوط في نص الاعلان، لا هو عمله مجسم والحاجات طبعا محطوطه مجسمه عليه، فده بيدي ابهار في الشكل. لا كمان عمل دخان طالع منه اكنه سخن، البيتزا سخنه، فده بيحرك دافع الجوع عند المتلقي. في ده اعلان بيتحط على شكمان العربيه، ده اعلان بيقول لك ده الشكل اللي احنا بنشوفه لما انت تدخن الدخان طبعا لما بيطلع من الشكمان، فده بيأثر برضو على عواطف المتلقي. في ده كمان اعلان طفاية، ده طفاية محطوطة في محطة، هو حاطط ثقب في الرئة عشان لما تطفي السجاير، هو ده التأثير اللي هينتج لما تدخن. شكل جديد مبتكر للطفايات. طبعا. في ده كمان اعلان هنتفرج عليه، ده المفروض انه اعلان محطوط في محل بيبيع هدوم، الناس وهي خارجة شارية بيقول لك ان التيشيرت باتنين استرليني، فطبعا كله بيجري على المكنة، وعرض لك فعلا التيشيرتات كله بيجري علشان يتفاعل ويشوف بقى التيشيرت ده ويشتريه ازاي، فبيقول فبتيجي تديله ارشادات الشراء، بيقول له طبعا حط فلوس، اوكي فهتشتري. بيبتدي اول ما يقول له انك هتشتري، فيبتدي يعرض له بقى شكل الناس اللي ما عندهاش هدوم، والدول الفقيره والدول اللي محتاجه معونات، فيبتدي المشاهد يتاثر بالمشاهد اللي بيشوفها. وبعدين في الاخر يبقى هو اسلوب للتبرع. بيكون بالاخر بيقول له انت هتتبرع بقى ولا هتشتري، فبيقول له لا هتبرع، هو بيكون اسلوب. هنبص هنا نلاقي المشاهد فعلا تفاعل جدا مع المشاهد، وفي ناس جابت بقى اولادها عشان تتبرع، الموضوع اخذ معاهم التفاعل العاطفي رهيب يعني، بس هو بيقول له هتتبرع ولا هتشتري، فطبعا كله في الاخر بيقول له لا هتبرع. دي استراتيجيه جديده للتفاعل مع الاعلان. في استراتيجيه كمان اسمها التفاعل العقلي. التفاعل العقلي دي يعني انا بخاطب عقل المتلقي، بخليه يفكر معايا في الاعلان. فهنا الاعلان ده هعرضه. ده اعلان محطوط في محطه مترو. هو اعلان عن شامبو، وهنا جايب التركيبات بتاعته ان هو بيتحط بسنسر معين اول ما المترو يوصل. انا هجري شويه عشان الوقت. اول ما المترو يوصل اكن الهواء بتاعه حرك شعر الموديل. هو متركب بسنسر ان هو اول ما المترو يوصل يقلب فيديو، بس هو طبعا المشاهد بيتخيل ان فعلا المترو حرك شعر الموديل. ده اعلان عن شامبو لقوه الشعر. انا حركت عقل المتلقي معايا. ودي شاشه اصلا، دي شاشه، ده اعلان ثابت ويتحرك اول ما يبتدي. اعلان ثابت، هو بس كل الفكره انه استغل سنسور. يعني اللي انا عايزه اقوله من الموضوع الاستراتيجيات ده، من الفكره الاعلانيه اهم كتير من التكلفه، ومن ان انا اعمل اعلان كبير جدا واحط شاشه وابهر المشاهد بالوان. طب انا ممكن بفكره بسيطه اعرض منتجي ويوصل بنفس. وهنا فضل التسويق من خلال هذه الافكار، هي دي اللي بتدي بقى حق الملكيه الفكريه بالنسبه للافكار. طبعا ده فكره الاعلان دي اهم حاجه. ده اعلان تاني برضو المفروض انه عن منتج مشروب، يعني هو بيقول لك اول ما يوصل عند الفساد يقول له انت هتحصل على تيكت فري الفيلم، فيلم عالمي مشهور، بس لو وصلت للمكنه اللي فوق في خلال 70 ثانيه، فيبتدي المتلقي طبعا يحاول الحصول بقى على
يجري على التيكت عشان شاف. فيجري بقى علشان يحصل عليه مع موسيقى تصويريه وابهار طبعا، مش بس كده لا، محاوله ان هو يعطله، هو بيعمل له تشويق، هيبتدي يحط له حاجات تعطله في الطريق. كل دي حاجات بتخلي المتلقي الرساله تثبت في ذهنه بطريقه، يعني لو اي حد فينا اتعرض لرساله اعلانيه بالمنظر ده ما اعتقدش ان هو ممكن ينساها في يوم من الايام. اه طبعا. ولا هو يعني يتجه هنا لعدد محدود من المشاهدين، مش طبعا. بس هو بيوظف اشخاص مع الاعلان. اه طبعا. وبيعمل حدوته معاه. بيعمل حدوته، فهو هنا في المول كل اللي موجودين هم تفاعلوا معاه خلاص. ازاي بيقدروا انه يحطوا هذه الافكار الجديده؟ يعني اصبحت الوظيفه الاعلانيه مش الوظيفه تلقي فقط، لا ده تاثير، لا وتفاعل. والتفاعل طبعا ده تفاعل، تفاعل حسي وعقلي وبصري، انت بتخلي المشاهد يتفاعل معاك. هنا ايضا كمان مع يعني مع الجمهور وثقافته وفهمه وهو الطبيعه. يعني اعتقد مثلا لو ده حصل في مصر ممكن تلاقي الراجل ده بيتخانق وبيزعق وبيقول والله انتوا بتتفرجوا معايا، ما بيعتبرهاش طرفه، ما بيعتبرهاش موقف جميل. ما انا عشان كده قلنا في الاول اتكلمنا على التشجيع وقلنا انه لازم يتوافق مع ثقافه المتلقي. تمام. في اخر استراتيجيه وهي استراتيجيه التفاعل الحسي، ازاي اخلي المتلقي يتفاعل معايا بالحواس بتاعته. ده اول اعلان بعرضه فيها، وهو اعلان عن منتج مشروب برضو. المنتج ده اول في محطة انتظار، اول ما المتلقي بيعدي من جنبه بيشد هدومه عشان ينتبه للاعلان. في الاعلان ده كمان بس طبعا دي فيها اشكالية، ممكن تقطع هدوم ولا حاجة. لا هو بيبقى مادة لاصقة بسيطة، مجرد بس انه يشدها شدة بسيطة يعني. في ده كمان اعلان مهم جدا في وجهه نظري، لان هو بيتعامل مع التفاعل الحسي. عارفين ان احنا المتوبه، المتوبه دي دايما نقول انها عدوى. لو قعدت في اي مكان وحد تاوب قدامك تلقائي انت بتتاوب، فهو الاعلان ده اعلان لطيف جدا، اعلان عن قهوه، منتج قهوه. فهو جه في المحطه وراح عامل الصوت بتاع المتوبه وفيديو بيعرض ان في الاعلان بيتاوب، فطبيعي كل اللي موجودين في المكان تفاعلوا وتتوبوا مع الاعلان. خلاص بعد كده بيبتدي يظهر بقى المنتج، اسم المنتج. مش بس كده لا، ده كمان في ناس بتقدمه عشان اللي بتاوب ده يفوق، فبرضه هنا بيكون له تاثير قوي على المتواجدين. واعتقد ان اي متلقي هيتعرض لاعلان زي كده او يتفاعل معاه مش ممكن ينسى المنتج. هنا التفاعل بيؤدي الى نتيجه بيع يعني مباشر. طبعا. يعني مش بس بيسيبه لما يروح بيته ويفكر بعد كده في ان انا هجيب هذا المنتج، لا ده انا هو في نفس اللحظه ممكن الاقي المكان اللي بيبيع فاشتري منه. مش بس كده، ده انا كمان ممكن بعد كده انا اللي ادور على المنتج. يعني ده بيبقى في الاستراتيجيات التسويقيه، هو المنتج ده انا بعرف بيه الناس، بس يعني ده هنا بيعرف هنا المنتج بيقدم له عينه عشان يشربه ويجرب يشوف هو فعلا هيفوق بعد الحاله المتوبه اللي اتعرض ليها ولا لا. في ده كمان اعلان، ده ما بقاش طرف يسموه طرف، يعني في مصر ممكن يقول لك ده طرف اعلاني يعني، لكن مش بالشكل اللي ممكن يدي يعني الحجم الكبير من المبيعات. لا هو هيحقق حجم المبيعات، لان هو استغل استراتيجيه جديده ومبتكره انه يوجهها للمتلقي. فهو مش بس تحط له المنتج وتقول له القهوه دي هتصحصح معايا الكلام المعتاد، لا انت بتغير له فكره خالص، بتخليه يتفاعل مع الاعلان ويجربه ويشربه. هنا ده اعلان برضو جميل جدا، هو اعلان في محطه انتظار عن نوع بطاريه. البطاريه المفروض ده في محطه الانتظار لما بتدخلها في جو البرد القارس اللي هم فيه بيشتغل دفايه، البطاريه بتشغل دفايه. بس البطاريه مش هتشغل الدفايه غير لما الايدين تتشابك مع بعضها فتكمل الدايره الكهربائيه، فالدفايه تشتغل. وهو في الاخر اعلان عن بطاريه. الله. في حاجه بقى عايزه اشير ليها سريعا، وهي اختيار مكان الاعلان. احنا طبعا بنشوف في الطرق واحنا ماشيين كتير تكدس اعلاني، وكتير ان انت بتبقى عايز تبص حتى تقرا الرساله الاعلانيه مش عارف، لان في اعلانات كتيره جدا حوالين الاعلان مشوشره عليهم ومبوظه شكله. فهنا انا يعني فكره عجبتني جدا اتعرضت بره، هم لما لقوا ان في تكدس اعلاني في مكان معين فعملوا اعلان طاير. طائر. طائر.
اعرضه برضو للمشاهدين، ده اعلان هو معمول بطريقه معينه بحيث ان هو يطير ما ياخدش موقع اعلاني، وفي نفس الوقت هو بيعمل بيحقق الابهار بانه ملوش مكان، هو حقق الابهار على اعتبار ان في ناس بتتحرك على في الهواء ولا هو شخصيات. لا هو الاعلان عن ملابس، فهو لبس هو دلوقتي عايز الرساله الاعلانيه توضح ايه، توضح شكل الطقم او اللبس وسعره ومكانه، فهو عمل الماكيت او الموديل لابس اللبس اللي هيتعرض وحاطط عليه السعر والمكان، وبتحرك عن طريق بالظبط. الله. فطبعا كل المتلقين يعني هو خلاص ادى الرساله الاعلانيه من غير ما يحتاج انه يتحط في وسط تكدس اعلاني. الافكار كتير والافكار المبتكره كمان موجوده، والمبتكرين في مصر كتير والمصممين اللي دارسين كتير، بس هي ان احنا يحصل بقى التوافق بين الشركات وبين المصمم الدارس الواعي اللي يقدر يحط له فكره مبتكره تحقق الهدف. الله. هي دي اللي مش موجوده. احييك يا دكتوره هايدي، الصراحه امتعتينا النهارده، يمكن من خلال حلقتنا تكنو فيلم شفنا قد ايه ان الاعلان بيأثر تأثير كبير جدا على المتلقي، وشفنا ان الجانب ده بيرتبط دايما بثقافته وبفهمه لطبيعه الاعلان. يا ترى في القريب العاجل ممكن نلاقي مصر في هذا الشكل وهذا المضمار اللي ممكن تحقق فيه هذا الجانب، خصوصا ان في ناس يعني عندها قوه شرائيه كبيره وهاجس شرائي دايما بتبقى الشيء اللي بيشدها بيخليها تلتفت اليه، هل ده ممكن ينجح في مصر بالفعل؟ هو اكيد هينجح في مصر ان شاء الله، لان هي دي استراتيجيات مبنيه على تاثيرات فسيولوجيه وتاثيرات سيكولوجيه، فالتاثير الفسيولوجي والسيكولوجي للناس كله يعني زي بعضه. نشكرك جدا دكتوره هايدي يوسف ابو الغيط، مدرسه بكليه الفنون التطبيقيه جامعه بنها، شكرا ليك على هذا الوقت الرائع اللي احنا خدناه من حضرتك، ونتمنى مزيد منه ان شاء الله على شاشتنا. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، وشكرا لكل طلبه كليه فنون تطبيقيه، يا ريت نتعلم كتير قوي، وكل كلياتنا الفنون الجميله ايضا تتعلم من هذا الجانب الخاص بالاعلانات، ويا ريت شركات تلتفت الى هذه النوعيه وتقدمها في مجتمعنا المصري، شيء هيسعدنا كلنا. شكرا لكم، ونلتقي بكم دائما على خير. الى اللقاء.